في المركبة الفضائية. انطلقت بنا المركبة الفضائية بعد انتهاء العد العكسي. ظل قائد المركبة مشغولاً بالتواصل مع القاعدة الأرضية، وبعد ذلك أعلمنا بأننا اجتزنا أجواء الأرض وتخلصنا من جاذبيتها. حين ذاك بدت لنا المركبة كأنها تدور حول نفسها. تجرأ أحد الركاب فسأل القائد عن السبب، فأجابه: المركبة تدور فعلا حول نفسها تماما كما تدور الأرض، ولولا دوران الأرض حول نفسها لحمي شقها المواجه للشمس ولتجمد شقها الآخر من البرد. ولهذا السبب صممت مركبات الفضاء لتدور حول نفسها فتعتدل حرارتها. وقبل موعد نزولنا على سطح القمر، وزع علينا القائد كتيبات فيها نصائح وتوجيهات، ورجانا أن نقرأها بإمعان. أما أنا فقد استفدت من هذا الكتيب أمورا عجيبة، منها أن بذلة رواد الفضاء لو تنخرق فإن شرايين وأوردة من بداخلها ستنفجر، لأن الجسم يكون تحت ضغط داخلي مصدره دقات القلب التي تضخ الدم في العروق. ثم إنني وجدت الكتيب يوصينا بالحذر من الاحتكاك بأي شيء حاد صيانة للبذلة من الخدش أو التمزق، كما أوصانا بعدم نزع الخوذة عن الرأس لا لتيسير التنفس فحسب، بل وقاية من الهلاك والعمى، ذلك بأن الأنسجة الحية تجف حالا لو تظهر عارية في فضاء خال من الهواء. ومن غريب أجهزة البذلة الفضائية أنها تلبس فوق قميص ذي غشائين يتسرب بينهما ماء يعدل حرارة الجسم. حين ذاك سألت القائد: وكيف يحافظ هذا الماء على اعتدال حرارته؟ قال القائد مبتسما: إن الذي يعمل على تكييف درجة حرارة هذا الماء تبريدا وتدفئة جهاز كهربائي صغير موضوع في الجراب المتصل بالبذلة، يعمل على تنقية الهواء داخل الخوذة البلورية وييسر التنفس. لا أخفيكم بأن هذه التحذيرات والوصايا أدخلت إلى قلبي الخوف، غير أن ذلك سرعان ما تلاشى حين عرفت أن عمليات الانطلاق من الأرض والنزول على سطح القمر قد ضبطت بدقة عجيبة. هكذا أشرفت مدة السفر إلى سطح القمر على الانقضاء، فخاطبنا القائد قائلا: أيتها السيدات، أيها السادة، لقد تجاوزنا المنطقة المتساوية بين جاذبية الأرض وجاذبية القمر، وسنخفض سرعتنا، وإلى ذلك الحين أرجوكم التزام الصمت وعدم التحرك.